السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو الارت. تحديث مهم جدا جدا، كنت شرحت لكم عملة الجول. طبعا وين الفيديو هذا؟ بس ندور على الفيديو. هذا هو الفيديو، كنا شرحناه قبل اسبوع تقريبا. نصحتكم بعملة جول، طبعا هم مسويين سناب شوت حاليا. اول شي عملة كات ديفاي وصلتنا، بنروح على الداخل عندنا بنشوف في العملة بيب 20. طبعا هذه هي 500 قطعة وصلت، خلاص مبروك عليه اللي وصلت له العملة. طبعا الجول والجول سواب اردروب راح يكون من فبروري، يبتدي بعد يعني تقريبا ساعتين بتوقيت المغرب، 18 إلى 5 مارس. طبعا سناب مثل ما خبرتكم سناب شوت. First I would like to thank you the community to believe in this project and show their love on Jolt and Jolt. المهم now it's time to user should be rewarded. I'm proposing on the behalf on whole community to shoot airdrop for user using Jolt Jolt Swap platform. Community may reward more to holder and liquidity proved. طبعا اللي مسوي liquidity على موقع جول سواب حقهم راح ياخذ الايردروب. طبعا مثل ما خبرتكم راح اوريكم طريقه كيف تسوونها، انا خبرتها في الفيديو سابقا بس ما حد اهتم، قلت لكم راح يكون ايردروب بس الحمد لله لسه في وقت عندكم، باقي لكم 8 ساعات ويبتدي الايردروب هذا. بس انا مسويها من قبل. اول شيء بنروح على infojoolswap.com، تربط الحساب اوكي، تيجي تروح تسوي جول مقابل جولد، يعني بتشتري جول مقابل جولد. اذا رحنا على العملة حقتهم مثلا جولد، انا عندي 97 مثلا، انت عندك بي ان بي صح، بتكون عندك بي ان بي، ما راح يكون عندك لا جولد ولا جولد. بتسوي سواب على جولد كده، بتختار اماونت 0.1 مثلا واحد كده، وبعدين تروح على البي ان بي نفس الشيء وتحولها على جولد. هذه هي بيعطيك الرصيد كم، نفس الشيء تروح ماسك الاثنين مع بعض جولد وجولد، تسوي اد ليكواليتي من هنا، اد ليكواليتي وراح تجيك بهذه الطريقة. لما تسوي اد ليكواليتي الجول سعرها مقابل جولد بالضبط كم، بعدين بتروح على هذا وتسوي ستيك وخلاص. هذا هو، انا عندي 44 قطعة حاليا قاعد يعدل لي، فهذا الجول حقي جول مقابل جول، حطيت 43 دولار تقريبا ما بين الجول والجول، وقاعد يعدن كليم. خلاص لما اسوي له كليم ريورد راح يعطيني اسوي ادفع فيز وخلاص. فانا ما راح ادفع لانه العملة قليلة جدا اوكي، ما راح ادفعها. فهنا بتيجي تسوي ستيك اوكي، راح يبين لك هنا الجول والجول الاماونت اللي عندك اللي سويناها في هنا. انت راح يكون عندك البي ان بي، ما عندك لا جول ولا جول. او اذا اخذت عملة الجول ايردروب فتشتري بس الجول اوكي، تشتريها وخلاص، وتسوي لك واديتي هنا وتدفع رسوم، تيجي هنا تسوي ماكس كونفيرم يصير يعدل لك. طبعا مثل ما خبرتكم راح يوزع باقي ساعة ويبتدي الايردروب. سناب شوت حقه انا مسويها زمان من اسبوع وشوية تقريبا، ونفس الشي راح يوزع 40 ألف دولار من عملة سبارك بوند اس ار كي. الماكسيموم 1000 جولد او جولد بير والد على حساب واحد، لازم تكون مسوية تعدين 30 يوم. فأنا مرة أسبوع فبقينا
3 أسابيع وخلص عشان يوزع. فاستغلوا هذا الايردروب وراح يكون مثالي نفس الشيء. وخلاص هذا شرحنا اليوم، أشوفكم على في فيديو لاحق. مع السلامة.